على الكشك هيتطلب مننا اللحمه تستوي علشان نشتغل على شويه المرق شويه الشوربه الحلوين اللي هناخدهم ونشتغل بهم الكشك، وناخد اللحمه دي نحمرها ونزين بيها الكشك مع بصلايه مقرمشه مخلوطه بقليل من النعناع او التوابل. تعالوا نشوفوا نعمله مع بعض ازاي. مقادير الكشك كالاتي: معانا كشك سليم جاي من الصعيد على هنا على طول، جاي لي هديه مش دافع فيه نكله. معانا كشك منقوع في ميه مغليه علشان ما ياخدش وقت كبير على السوى، ومعانا لحمه ممكن اللحمه دي تكون كندوز او ضاني زي ما انت عايزه، جملي مش هتقول لا. دي مقادير الكشك. بصله حلوه، فصين توم محترمين، وما ننساش قرن فلفل سبايس كده حلوين، لان الكشك بيبقى يعني فيه شويه فيه ايه سبايس شويه. حلو الكلام، بما انها اكله حرشه واكله بيحبوها طبعا الزمن الجميل، والام شاطره في عمايلها، وزي ما قلت لحضراتكم ببقى مرعوب لما بعمل اكله مشهوره ومعروفه زي البصاره، زي الملوخيه، زي الكشك، حاجه المسقعه، الحاجات الحلوه اللي حضراتكم شاطرين فيها. تعالوا نشوفوا ازاي نساوي اللحمه بتاعتنا وما تاخدش وقت كبير في السوى. معلقه سمنه صغيره كده، معايا بصلايه حلوه بالشكل ده كده، اقطعها جوليان، وبعد كده نحطها في قلب الطاسه او في قلب الحله تاخد لون، ننزل عليها باللحمه بتاعتنا بالشكل ده كده. اللهم صل على النبي. حلو، اوعى تنزلي بالثوم خالص دلوقتي، ننزل بشويه بهارات حلوين، ورق لورو، قرفه، حبهان بالشكل ده كده، قرن فلفل حار. تسويه اللحمه نبدا نحط تقليبه كده حلوه اهو، وتكون ميه بتغلي عندك، ده الطبيعي في ميه بتغلي اهي، لازم دي معايا كل يوم. الميه دي بتساعدني في ايه يا عم الشيف؟ بتنجزني في الوقت. جاهزه كده، بتحط فيها بصلايه كويسه، تحط فيها فص ثوم حلو، جزرايه ماشي، شويه بهارات حلوين، تعملي منها شوربه، تعملي منها اللحمه دلوقتي زي ما احنا شغالين كده. شايفين البصله خدت لون ازاي؟ زي الفل. ننزل باللحمه بتاعتنا، اللهم صل على النبي، بسم الله الرحمن الرحيم. حته لحمه ملبسه زي دي كده حلوه اهي، هتديني شويه شوربه حلوين. الشوربه دي اعمل بيها الكشك، واخد اللحمه دي احمرها كده في شويه سمنه، وارش عليها رشه فلفل ورشه ملح. يا ويلي بعشقها، وحته اللحمه لما تكون ملبسه باكل الحته الدهنه قبل الحمار. حلو الكلام. نقلب دول كده بسرعه، هيساعدك في تسويه اللحم. ايه دلوقتي؟ اوعى تحط ملح ولا تحط طماطم خالص عشان اللحمه دي تستوي معاك بسرعه، ما توقفش في المطبخ طول النهار، الدنيا صيام، ويخلي عدد ساعاتك قليله جدا في المطبخ سواء بتعملي اكل او حلو. معاك الشيف المغازي سند ليكي في المطبخ. حلو، عندنا الميه بتغلي اهي زي الفل، نسقطها كده اهو زلزال. استوت اللحمه، خلص الكلام. هنا الكشك بقى خلاص لحظه الولاده. حلو الكلام، الكشك الصعيدي الحلو عملته بلون الشوربه، عايزاه احمر هتحط احمر اللي هي صوص الطماطم او معجون طماطم، انا عايز اللون ده بصراحه. تفاصيل الكشك هنا قدامي، تعالوا نغرفه مع بعض بقى بسرعه. تمام اهو، خلي بالك هنا بقى لو انت بتغرفي الكشك تكوني مجهزه البصله الحلوه المقرمشه. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي، بيتكلم صعيدي. زي الفل، ونسويه كده لسه ما خلص. البعض بيعمل ايه بقى؟ بيحط عليه سمنه بلدي كده مقدوحه بتبقى حلوه قوي، بس احنا في رمضان وانا عندي حته اللحمه في الفرن هتديني دلوقتي شغل عالي قوي. شوف انا هعمل ايه، يعني انا دايما بختلف عن الاخرين علشان نلفت الانظار ويبقى احنا لينا ايه تركايه. ادي البصل اهو بالشكل ده كده، ونخليه على جنب للي عايز. نجيب اللحمه الحلوه بقى من الفرن. ايه الاخبار؟ اللهم صل على النبي، هو ده اللي انا عايزه. ده اللي انا بدور عليه. نبص ونصلي على الحبيب، قلبك يطيب. شفت اللحمه؟ يا ويلي يا ويلي، دي فين؟ نعمين. كشك الصعيدي بيتكلم مصري.
معانا وقت قد ايه يا شباب؟ حلو تمام الله يبارك لك. اه زي الفل. اه لا لا ما بقاش كشك ده، انت مدلع اخر دلع يا عم الشيف. اه طبق فيه كل حاجه بندور عليها، حته لحمه حلوه ملبسه هتلاقيها، بصلايه مقرمشه هتلاقيها، طعم الكشك وطعم الصعيد وشهامه الصعيد ورجوله الصعيد وجدعنه الصعيد هتلاقيه في قلب الطبق ده.